النهاردة عندنا شقة 3 غرف وصالة داخل مشروع زراي بيرلا. عندي هنا ده المدخل، ده باب الشقة، ده دولاب في المدخل. بيجي عندي هنا ده المطبخ، وبعد كده الصالة والغرف مع الحمامات. 3 غرف وصالة، مطبخ منفصل، مطبخ كامل من الأجهزة الكهربائية، واتنين حمام منهم واحد ماستر. عندي هنا دوت المطبخ، طبعا زي ما قلت لكم كامل من الأجهزة الكهربائية. عندي التلاجة وغسالة الصحون والفرن والبوتاجاز والشفاط. وعندي هنا الكومبي السخان، دي إطالة خلفية على المجمع من الداخل على حمام السباحة. ده شكل المبنى من الخارج في المجمع كله، المباني كلها نفس الشكل دوت. وعندي البوابة بتاعت المجمع من هناك سكيورتي. ده شكل المطبخ ودولاب المطبخ. مطبخ مساحته كويسة. هنيجي بعد كده هنا ديت الصالة. الشقة مساحتها حوالي 150 متر مربع. يبقى بيجي عندي شباك جانبي، الشباك الجانبي برضو بيطل على المدينة بالكامل، بس طبعا الجو النهاردة بقى له يومين فيه السلوك. عندي هنا ديت البلكونة، بص على المجمع من الداخل، وعندي الجبال، مطل الجبال بالكامل. دي خلاص المباني اللي تحت دي كده اخرها، يعني الطلة دي عمرها ما تقفل عليا نهائي. الشقة زاوية. هنيجي بعد كده عندنا هنا دي غرفة رقم 1، هناك ممكن يتحط الدولاب، وهنا السرير. نيجي بعد كده دي الغرفة التانية. الغرفتين اللي احنا شفناهم يخدمهم الحمام دوت. هنا مكان للشاور. وبنيجي بعد كده دي الغرفة الماستر. وبيجي معاها الحمام الخاص بيها.